بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذا في هذا الفيديو سنشرع إن شاء الله في بداية المشروع الثاني أو بما يسمى لو بروجي نيميرو 2. إذا سيكونس نيميرو 1، جيكسبليك لي بروغري دو لا سيونس. إذا أشرح لو بروغري هو تطور أو تقدم العلوم لا سيونس. إذن سنبدأ على بركة الله. إذن في هذه الصفحة اللي هي صفحة 76 لدينا عمودين، يعني العمود الأول والعمود الثاني. كل عمود يحتوي على اختراعات، هذه اختراعات قديمة وهذه اختراعات جديدة. إذن نتوجه إلى الصفحة 77. لينو اللي هي الأسماء، لا سيونس اللي هو العلوم، لو بروغري اللي هي التقدم او التطور، لا تكنولوجي يعني تكنولوجيا، لا تلفزيون التلفاز، لو تيليفون الهاتف، لو تران القطار، لا فيتيس السرعه، لا رابيديتي السرعه ايضا. لكن الفرق بيناتهم انه لا فيتيس دو فواتور باغ اكزومبل سرعه السياره، ولكن في سرعه الاجابه نستعمل لا رابيديتي. يعني هنا كاين فرق في استعمال هذو، لكن سنتعرف عليه ان شاء الله في دروس قادمة بحول الله. المهم أنك تفهمها باللي في زوج لهم نفس المعنى اللي هي السرعة. ليماج اللي هي الصورة، لو كونفور اللي هو الراحة، لي فيرب الأفعال، فواياجي يسافر، غوغاردي يلاحظ أو يشاهد، تليفوني يتصل، بارلي يتكلم، ديسكوتي يناقش أو يجادل، إيكوتي يسمع، غوغاردي هنا الفعل راه أعيد هنا عاودونا الفعل، ليغ يقرأ، سو ديبلاسي يتحرك أو ينتقل، كونفرسي إيشانجي يقايض، أدميري يعجب. لي زادجيكتيف الصفات، بو جميل، رابيد سريع، إفيكاس فعال أو مؤثر، براتيك بمعنى تطبيق أو ممارسة، غران كبير، بوتي عكسها صغير، ليجي خفيف، جولي جميل، اغريابل لطيف او رائع، كونفورتابل مريح، سيونتيفيك علمي، تكنولوجيك يعني تكنولوجي، تليفونيك يعني هاتفي. هذا لو كوفخامو يعني صندوق الكلمات نحتاجوه بزاف في الرصيد اللغوي اللي راح نكتبوا به تعابير كتابيه ان شاء الله في الدروس القادمه. اذا لي كيستيون، السؤال الاول، que représentent les photos de la première colonne، يعني ماذا تمثل الصور في العمود الأول. نرجع نشوف الصور في العمود الأول ماذا تمثل. un téléphone fixe، une télévision، un train à vapeur يعني قطار بخاري، un train à vapeur. وتكون الإجابة على النحو التالي، les photos de la première colonne représentent un téléphone fixe يعني هاتف ثابت، une ancienne télévision تلفزيون قديم، et un train à vapeur قطار البخاري. deuxième question، pourquoi ne sont-elles pas en couleur، لماذا هي ليست بالالوان، يعني الصور هذه لماذا هي ليست ملونه مثل التي تقابلها. هذه يعني انا نشوف الغالب ان اللون ابيض واسود فقط. اذا الاجابه تكون على النحو التالي، Ce sont d'anciennes photos، لأنها صور قديمة. Ce sont d'anciennes photos qui représentent les premières inventions de ces appareils، يعني والتي تمثل الاختراعات الأولى. والإجابة تكون على النحو التالي، Ce sont d'anciennes photos qui représentent، يعني هي صور قديمة أنسيان، التي تعرض أو تمثل les premières inventions. Inventions هي اختراعات، اختراعات الأولية لهاته الأجهزة. les appareils هما الأجهزة. troisième question، compare les يعني قارن بينهم، aux photos de la deuxième colonne يعني قارنهم بصور العمود الثاني. que remarques-tu، وماذا تلاحظ؟ إذا بالرجوع إلى صور العمود الثاني ماذا نلاحظ؟ les photos de la deuxième colonne يعني صور العمود الثاني، les photos de la deuxième colonne sont en couleur يعني هي بالالوان. elle représente les mêmes appareils
لي ميم اباراي مي بلو مودرن، بمعنى أن الصور في العمود الثاني بالالوان وتمثل نفس الاجهزه، يعني هاتف هاتف تلفاز تلفاز نفس الاجهزه لكن اكثر عصرنا او حداثه. اذا الاجابه تكون كالتالي: لي فوتو دو لا دوزيام كولون سون طون كولور، يعني بالالوان، ال ريبريزونت لي ميم اباراي، يعني انها تمثل نفس الاجهزه مي بلو مودرن، لكن اكثر عصرنا او حداثه. Quatrième question. Explique les raisons de cette différence. يعني اشرح أسباب هذا الاختلاف. إذا أسباب هذا الاختلاف هو التقدم العلمي والتكنولوجي. إذا نجيب grâce aux progrès scientifiques et technologiques. بمعنى الإجابة تكون كالتالي: grâce à. يعني grâce à راح نقراه إن شاء الله في الدروس المقبلة، يعني بفضل. grâce à. لي بروغري ال A واللي تصبح O grâce aux progrès scientifiques et technologiques، يعني بفضل التطور أو التقدم العلمي والتكنولوجي. les appareils الأجهزة sont de plus en plus، أصبحت أكثر فأكثر مودرن، يعني حديثة. هذا هو الاختلاف الذي بين الأجهزة القديمة والأجهزة الحديثة. à mon tour de m'exprimer avec tes camarades، يعني مع الأصدقاء نتاعك. Expliquez en quoi le progrès peut changer notre quotidien. يعني اشرح لماذا التطور يستطيع تغيير حياتنا اليومية. Notre quotidien هي حياتنا اليومية. إذا ارتأيت أن أكتب فقرة صغيرة يعني في المتناول الجميع لنتعلم منها ونستفيد منها كيفية كتابة فقرة في كيف أن التقدم يغير من حياتنا اليومية. إذن الفقرة تكون كالتالي: لي بروغري تكنيك اي سيانتيفيك، يعني التقدم أو التطور العلمي والتكنولوجي كما تعرفنا، لابد تبدأ تحفظ هذه المصطلحات. لي بروغري تكنيك اي سيانتيفيك سي لونسومبل دي ترانسفورماسيون، يعني هي مجموعة التحولات سوبي بار لو موند، التي طرأت على العالم. إذن التطور العلمي والتكنولوجي هو مجموعة التغيرات أو التحولات التي طرأت على العالم. إذن les progrès techniques et scientifiques c'est l'ensemble des transformations subies par le monde. les nombreuses inventions، كما تعلمنا invention هو الاختراعات، يعني العديد من هذه الاختراعات facilite، بمعنى أنه تسهل. facilite bien notre vie quotidienne، يعني سهلت كثيرا حياتنا اليومية. et assure notre confort، بمعنى أنها تحقق لنا الراحة. أنسي وكذلك pour nous déplacer، لكي ننتقل. travailler نعمل، و communiquer نتصل، يعني هذه الحوايج اللي راح نديرهم. nous avons recours à ces inventions، يعني لازم نلجأ. recours à يعني اللجوء إلى هذه الاختراعات. finalement أخيرا je pense que، أظن أو أعتقد. je pense que le changement، يعني هذا التغيير، joue un rôle très important، لعب دورا، un rôle دورا très important، مهم dans la vie، في هذه الحياة. je pense que le changement joue un rôle très important dans la vie. لماذا؟ car il permet d'avancer et d'améliorer، يعني يسمح لنا بالتقدم والتحسين في الحياة اليومية. إذا هذا كان نبذة صغيرة فقط على كيفية إنشاء فقرة بالنسبة لو بروغري تكنيك أو بيان سيانتيفيك. إذا أشكركم على المتابعة، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.